بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبحضور قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قندي الخليل، قامت الشرطة المجتمعية بتوزيع كسوة العيد بين عدد من عوائل شهداء الشرطة والجرحى، وقدم قائد الشرطة تهنيته للحضور داعيا الباري عز وجل أن يرحم شهداءنا ويشافي جرحانا وأن يديم نعمة الأمان على العراق ومحافظة صلاح الدين. الحقيقة هو هذا، يعني احنا مع اعتزازنا بالعمل الإنساني، لكن هو هذا عمل واجب شرعي علينا، واجب مهني، لأن هؤلاء الشهداء هم الذين رسموا طريق الحياة في هذه المحافظة. عندما نحتفل بشهداء أبناء المحافظة في تكريت أو في مكان، فإننا نستذكر كل شهداء محافظة صلاح الدين، شهداء الذين رووا بدمائهم أرض هذا الوطن من جنوب العراق ومن شماله ومن الوسط ومن كافة القوات الأمنية، من الأجهزة الأمنية ومن الجيش العراقي ومن الحشد المقدس. امتزجت هذه الدماء لترفع راية العراق وليعود العراق كما كان أبيا عصيا على كل الأجندة الخارجية التي حاولت كسر إرادته. فالحمد لله اليوم نعيش بأمان ونعيش بكرامة ونقف مرفوعي الرؤوس بفضل دماء الشهداء، فحق علينا أن نستذكرهم كلما يأتي العيد، وحق علينا أن نذكرهم في كل الأوقات، هؤلاء الذين رسموا بدمائهم طريق الكرامة وطريق الحياة الكريمة. شعبة الشرطة المجتمعية التي تم تشكيلها حديثا في محافظة صلاح الدين دأبت على أن تشارك المجتمع بكل أطيافه بأفراحهم وأتراحهم في سبيل تقارب وجهات النظر بين الشرطة وبين أجهزة إنفاذ القانون وبين المجتمع. فمن أولى الأولويات أنه نزرع الفرحة في على وجوه أطفال الشهداء وعوائل الشهداء، شهداء الشرطة وشهداء الجيش وشهداء الحشد الشعبي المقدس من أبناء المحافظة الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن في سبيل تحرير المحافظة من دنس عناصر داعش الإرهابية.